سارة، تفتكري ايه اكتر حاجة ممكن اقدمها لعيلتي وللناس اللي بحبهم في العيد او ولادي كمان؟ بحس ان انا يعني اهتمام، تقدير، احس ان انا اشوفهم ان هما بني ادمين. يعني اي بني ادم بيحتاج يحس بالتقدير والاهتمام، فالتقدير والاهتمام ده. وممكن يعني كمان ان انا احاول اقرا لغته ايه، يعني اكتر واحد، كل واحد بيحس بالاهتمام اكتر حاجة بايه. فلو حد بيحس قوي بالاهتمام لما اقضي وقت معاه هعمل كده، بس اللي يبقى الفوكس بتاعي، التركيز بتاعي على ازاي اهتم واقدر البني ادم اللي قصادي ده. بحس دي اغلى هدية ممكن تتقدم اهتم وتوصل. واقدر باني اديله وقت مثلا بالظبط، اديله اسمعه. وقت، اسمعه، اسال عليه، اعمل له حاجه تساعده، اعمل خدمه، دي واحده من لغات الحب. اقول له كلام مشجع، ادور فيه على حاجه مشجعه واقولها له. انا بدي محاضرات لاطفال عن القيم في الحياه، فكنا بنعمل في اخر السنه لتر جواب، كل واحد يكتب، يعني اطفال من 10 سنين ل 12 سنه، كل واحد يكتب جواب شكر، فعايز تشكر مين النهارده وتشكره على ايه، مش بس تشكر مين بس تشكره على ايه. وطلبت منهم ان هم ما يكتبوش اقل من 3 4 سطور، ما تقولش شكرا عشان انت جبت لي الحاجه الفلانيه، لا، عود نفسك اكتب جواب، اعصر مخك، دايما مش هيبقى سهل، بس اعصر مخك عشان تدور على حاجه في الشخص اللي قصادك تشكره عنها، مش بس حاجه عملها لك، بس حاجه في شخصيته. فكل ما في الاول مش تبقى سهله، بس كل ما اركز كل ما هلاقي حاجات في اللي قصادي اشكره عليها واقدره فيها واقول له كلام مشجع عنه.